بإذن الله. نورهان، نورهان جيتي بقى خلاص القاهرة واتعرفتي على المبادرات اللي بتقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بس في حتة صغيرة ان انت اصلا من المنصورة، واهلك اكيد كانوا قلقانين عليكي ان انت تيجي من المنصورة للقاهرة وتقيمي لمدة سنة وتتفرغي كمان. هو انا في الاول يعني قلت لحضرتك ان انا كنت رحت القاهرة واشتغلت شغل ملوش علاقة قوي بالحلم اللي انا رسمه في حياتي، بس يعني انا بدأت ساعتها يعني ادور بس انت تتفرغي بقى، قررت انت تتفرغي سنة كاملة؟ قررت ان انا اتفرغ لما سمعت عن مبادرة بنات مصر الرقمية، وبالذات ان هي بتقدم مسار الامن السيبراني اللي كان شدني جدا، لان احنا فعلا في حاجة ليه دلوقتي خصوصا في ظل التحول الرقمي. بدأت كمان يعني كان عندي التخوف بقى اللي حضرتك قلتي عليه بتاع ان انا يعني بنت من محافظة المنصورة يعني محافظة الدقهلية، ومحتاجة ان هي تنتقل تعيش في القاهرة سنة كاملة وتتقدم في حاجة زي دي وتتخرج منها، ما كانتش حاجة سهلة، خصوصا ان انا كمان يعني كان لازم التفرغ عشان المنحة، فكان لازم اسيب شغلي. حاجة زي كده كان اهلي متخوفين منها شوية في الاول، بس لما دورت اكتر عرفت ان المبادرة بتقدم اقامة كاملة للطلاب من بره القاهرة، بتقدم لهم يعني مقر دراسي مجهز كل التجهيزات، وكمان بتقدم لهم حاجات زي أنشطة رياضية وأنشطة ترفيهية، حاجات يعني مناسبة للناس اللي لسه متخرجين وفي سني. والحمد لله لما تخرجت منها يعني عرفت أنه البنت المصرية ممكن بكل بساطة تاخد ماجستير من جامعة برة وهي في مصر ومش محتاجة تسيب بلدها. تشتغلي فين دلوقتي؟ بشتغل دلوقتي في البنك الأهلي المصري في مركز دفاع السيبراني، يعني أنا مسؤولة عن تأمين ممتلكات المصريين، ودي حاجة أنا كنت بحلم أعملها من صغري. تسمحي لي أسألك متوسط الرواتب قد إيه؟ متوسط يعني هي بتختلف حسب الليفل الوظيفي، بس يعني لو هتكلم عليا أنا في الشهر مثلا ممكن من 12 ل 14 ألف جنيه، بس لو هناخدها على السنة كلها يعني الفوائد والحاجات اللي زي كده ممكن توصل ل 30 ألف وأكتر لو قسمنا على عدد شهور السنة. ما شاء الله.